بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بإخواننا المهتمين بشؤون البيوت المحمية. النهاردة بإذن الله تعالى كنا تكلمنا قبل كده عن إزاي نوصل بكمية تزهير كويسة زي اللي قدامنا ده هي. تمام. النهاردة بنتكلم عن جبنة الأزهار والدنيا كويسة وتمام التمام وعندك كمية لا بأس بيها من الأزهار. اولا ازاي تحافظ على الازهار دهيت. الازهار دهيت ممكن تكون هي اللي تحافظ على نفسها. ازاي الزهرة تحافظ على نفسها؟ بحاجة هنسميها مع بعض او نتفق عليها، وهي قوة التزهير. يا جماعة قوة التزهير، يعني انا لو جيت على الوضع ده هو هلاقي الزهرة نازلة اساسا، يعني ولدت لتستمر، يعني الزهرة ولدت لتستمر، مش زهرة خيبانة كده وتحس ان هي ضعيفة، لا الزهرة واقفة هي مفتحة مفنجلة هي ما عندهاش اي مشكلة خالص. الزهرة دي يا جماعة ولدت لايه؟ لتستمر، ما شاء الله حاجة مية مية. فبتبص قوة الزهرة نفسها، بتبص لي النباتة اللي وراها اللي هي الثمرة اللي وراها، بتبص لي العين ده هو، فبتلاقي الدنيا كويسة خالص. تمام. قوة تزهير، يعني الزهرة نازلة أساسا، يعني لحد ما هتوصل لك للمستوى ده هو لا فيها حاجة اسمها بقى هتبقى مستدقة فيها نقص كالسيوم ولا فيها نقص بوتاسيوم ولا فيها أي حاجة خالص، هتنزل لك بالمنظر الجميل ده هو. تمام. هتنزل لك بالمنظر الجميل ده هو. تمام. دي اللي بنسميها قوة التزهير يا جماعة. قوة التزهير ده هي هتجيلك منين؟ اوعى تفتكر ان القوة هتيجي من ضعف، اوعى تفتكر ان القوة هتيجي من ضعف، بمعنى انسان ضعيف لا يمكن تصدر منه قوة ايا كان. تمام. انسان وصل لسن الشيخوخة لا يمكن تصدر منه قوة ايا كان. فكذلك النبات، لو النبات عندك او الخيار عندك اساسا فيه ضعف ما او فيه مشكلة ادت الى ضعف النبات نفسه، عمر ما هيصدر منه قوة في التزهير بتاعه ولا قوة في النبات بتاعه. ده اللي انت المفروض تكون حاطه في دماغك. تمام. بمعنى كل العوامل اللي هي هتأثر على نبات الخيار وهو مزروع او اثناء موسم النمو بتاعه، هي دي هتأثر على قوة التزهير فيه وقوة الزهرة اللي نازلة عندي. تمام. بمعنى ان النبات مهما كان محمل، يعني انا لو عديت نبات من دول تقريبا والله بدون مبالغة ممكن يتعدى الميت ثمرة، يعني يتعدى كده، انا لو حسبنا من فوق كده لتحت يتعدى الميت ثمرة. تمام. احنا جمعنا منه كتير جدا، بس انت لو هتاخد من هنا وانت طالع كده تلاتة كده اتنين كده اتنين كده اتنين كده تلاتة كده، شايف قد ايه؟ شايف الليلة اللي احنا فيها دي قد ايه؟ شايف الليلة اللي انت فيها دي على العقلة الواحدة تقريبا، وانت طالع كده هتعد بتلاقي بالخمسة والستة. تمام. العرش الواحدة هتلاقي عليه حوالي 100 ثمرة. الميت ثمرة دول عمرهم ما هيصدروا من نبات ضعيف، ولو صدروا حتى ومن نبات ضعيف فهل هيكملوا ولا مش هيكملوا؟ عمر الازهار دي ما هتكمل مع نبات ضعيف. نبات ضعيف يعني ايه؟ حصل له وهن. حصل له وهن يعني ايه؟ وهن من اي حاجة، وهن مرضي او حصل له مشكلة في التغذية عندك، انك ما بتحطش كويس، مشكلة عندك في الملوحة، مشكلة عندك في التربة، اي حاجة اتعكست على النبات بحيث انه بص هقول لك على حاجة، اي حد يقول لك هرمونات هتعمل لك اللي ما تعملش في النبات ده كذاب كذاب وكذاب اشر كمان. هرمونات ما بتعملش حاجة في النبات، قد تخلي لي النبات الى حد ما كويس، بس هتغير من الواقع بتاعه؟ لا. بمعنى برضو هتخليه كويس، يعني ايه؟ هتزود النمو الخضري بتاعه شوية، هتعمل حاجة ما زي ما بيحطوا الاسيلين للموز، ولا بيحطوا الجبريل اللي بيحطوا للعنب عشان يتخف، ولا مش عارف بيعملوا الحاجات دي عشان يثبط نمو حاجة يحط اسيسك اسيد ولا حاجة للشتلات بتاعت الطماطم عشان ما تطولش ولا كده. بس انك انت هتجيل على نبات متدمر وحاله سيء جدا وهتقول له هرمون عشان يظهر ولا الكلام ده يا جماعة لا يمكن. واظن احنا شفنا
انا شفت كذا تجربة اتعملت قدامي بمركب كان اسمه زمان اسمه كاربيني في مصر، كنا بنرشوه الطماطم السبعة ستة خمسة، ترشه الى حد ما بيمسك زهر، ولكن شوف النبات يقعد 15 يوم ميت، بيموت النبات اصلا، يعني النبات اصلا بيموت، يعني تبص تلاقيه كده اتكتف ووقف مكانه. المركب ده هو انا مش حاسس ان هو عمل لي حاجة، يعني انا مش حاسس ان هو عمل لي حاجة. فكون انك انت يكون النبات عندك ضعيف وحاله سيء جدا وتقول لي اجيب هرمون ورش، مش شوف لو عندك الدنيا سيئة في التغذية، سيئة في مكافحة الامراض، سيئة في مية الري، سيئة في التربة اللي انت زارع فيها، سيئة في اي فاكتورز عوامل بتختص بالنبات نفسه، اعمل حسابك ان لا يمكن اي حاجة. ان ما كانش النبات عندك طالع بالمنظر ده هوت وطالع كويس، مساحة الورقة كويسة، الساقة عندك كويس، في قوة تزهير، في عدد اثار كويسة، في الرية عندك متحكم فيه، في الامراض متحكم فيها، صدقني لا حد يضحك عليك ويقول لك خد المركب ده هو هنعمل بيه اللي ما اتعملش، مش هيعمل حاجة، فتوفر فلوسك وخلاص. قسما بذات الله الخيار ده هو ما تحط له اي شيء، لا هرمون ولا، انا بقسم بذات الله، لا هرمون ولا اي شيء خالص غير التسميد العادي جدا، حتى المادة العضوية ما تحطتش، حتى المادة العضوية ما تحطتش، تمام؟ فمحدش يضحك عليك ويقول لك اصل المركب ده، شوف المركب ال 16 عنصر هم المركب بتاعنا اللي احنا معترفين بيهم للنبات، اي احماض امينية على راسنا من فوق ما قلناش حاجة، بنحتاجها في مرحلة معينة على راسنا من فوق ما فيش حاجة، تمام؟ ولكن اللي احنا بنقول عليه وفر الظروف البيئية الكويسة، درجة الحرارة عندك كويسة، التهوية عندك كويسة، التسميد عندك كويس، المكافحة الامراض عندك كويسة، هتلاقي المنظر بهوت بدون اي مشاكل خالص، يعني هتحط في بطنك بطيخة صيفي وهتنام مرتاح ولا في اي مشاكل للخيار، هتلاقي عندك كثافة ازهار كويس، قوة ازهار كويس، اللون بتاع الاوراق كويس، اللون بتاع الاوراق كويس، هتلاقي المساحة بتاعت الاوراق كويس، هتلاقي الساق نفسه ما شاء الله كويس، هتلاقي الثمره نفسها والوضع بتاع الثمره نفسها سواء كانت في حاله لسه التزهير او في حاله الجمع اللي انت شايفها دهيت، هتلاقي يعني وضع ما شاء الله بالمسطره والقلم زي ما انت شايف كده هو. بنتمنى ان احنا نركز مع بعض شويه عشان نطلع من المشاكل اللي بتورد كل يوم وملهاش حل، كل يوم بنهاتي مفيش حل يا جماعه، يعني ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله، يعني احسن انت العمل بتاعك وربنا هيديك وتمام التمام، بس يعني تشتغل، بس يعني تعمل اللي عليك، اعمل اللي عليك وهتلاقي الدنيا كويسة خالص والدنيا ممتازة جدا معاك. بنتمنى ان احنا نكون يعني شفنا الخيار وشفنا الوضع كله. امشي على البيت كله عشان ما حدش يقول تصور من مكان واحد. شوف اهو، شايف اللون الاصفر؟ شايف كمية الأزهار؟ شايف؟